عملكم البنات كديري اللي بسلكم احوالكم طيبه. كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم باحسن حال. البنات اليوم غادي نصوب لكم طريقتي في تحضير البسطيله ديال الحوت، لان ديك المره حطيت غير المونتاج ديالها، غير كيفاش كنمونطيها وكنقادها. دابا يا غادي نوريكم، وبزاف ديال البنات كتبوا لي في التعاليق عافاك شاركي معنا الحشوه كيفاش كتصايبيها، التوابل ديال الحشوه كيف كيكونوا. هذاك الشيء علاش دابا غادي ندير واحد البسطيله، داك الشيء علاش غادي نصور معاكم. صراحه هذا ندير غير للدار، المهم غنوجد الحشوه وعاد نشوف واش نصايب بسطيله وحده مجموعه اولا بسيطلات صغار، المهم نفس الحشوه. صافي هنا درت القشور ديال الكروفيت اللي فيه نوريكم، هاهما درت القشور ديال الكروفيت كيتسلقو باش الما ديالهم اللي كيتسلقو الما ديالهم هو اللي غادي نخوي على هاد سميتو عندي انا جوج ديال العلب، و غنخويش على هاد الفطر الأسود، غنخلي حتى يغلي عليه الماء وعاد نصفيه هنايا. صافي كيف ما كتشوفوا هذا هو ركبتو هنايا، هو كيدير كيتطلق و نوش عليها هي حتى يخوش عليها. صافي غادي نخليهم حتى شي 5 دقايق وغادي نصفيهم وغادي نرجع معاهم. وبالنسبة للمقادير مجموعين، هذا هو الفطر الأسود اللي رقدت في الماء، وهذا الفطر معلب، وهذا بالنسبة للفيرميسين الشعرية ديال الرز، قطعتها بحال هكا ملي رقدت 5 دقايق قطعتها. وعندي هنايا كيلو ديال هاد النوع ديال السمك، نتوما راه الانواع ديال السمك اللي بغيتو كديروها، اهم حاجه تكون فيها الكالمار والكروفيت، وبالنسبه للسمك الاخر كديروا الميرنو كديروا هذا القرب، اي حاجه اي سمك بغيتو كديروا. عندي هنايا كيلو ديال هاد النوع ديال الحوت، ما عرفتش الصراحه سميتو، وعندي كيلو ديال الكروفيت، كيلو ونص ديال الكروفيت، وعندي نص كيلو ديال الكالمار. البنات انا قريت بهادشي اللي عندي في الكونجيلاتور، يعني ما خرجت قديت حتى شي حاجه اليوم. بان لي انني خصني ندير بسطيله. البنات كل مره كيحطوها ليا في سميتو كيقول لك درنا الطريقه ديال الحشوه، انت درتي لنا غير الطريقه اللي كيفاش مونطيتي كيفاش عمرتي الورقه وهذا. وهان داكشي قلت اليوم غادي نوض نصايب اليوم البسطيله، وغادي نوريكم دابا التوابل اللي غادي نحتاج. بالنسبه للتوابل هانتوما عندي مليحه اللي ضروريه كدير على حساب الذوق، عندي قزبر حبوب مطحون، عندي سنجبير، عندي التحميره، عندي خرقوم، عندي الكمون، وعندي البزار. مهم نتوما القياس ديال العطريه دائما كتبقى على حسب الذوق الواحد، واش كيبغي العطريه زايده واش كيبغيها ناقصه. المهم انا لهادشي كله درت معلقه صغيره معلقه صغيره، لانني غادي ندير توابل السمك، وتوابل السمك خلاص رانا شاركتهم معاكم، ها هما كاملين مجموعه هنايا غندير منهم حتى هما. وعندي سميتها البصله، قشور ديال البصله خلاص، القزبر ربطه ديال القزبر، عندي واحد 6 ريوطه ديال الثومه، عندي الهريسه، وهنايا عندي الدبس ديال الفلفل المعجون الفلفله، رانا كان عندي في المجمد وجبتها. هاد المعجون الفلفله كنديرهم وكنديرهم في هذاك السيليكون كيتجمدوا، كنجمعهم في بلاستيكه وقت ما احتاجيتهم للشرموله ولا اي حاجه كنجمدهم. هادو راه ثلاثه المكعبات راه متلقوا من الثلج. صافي وانا صافي كندير هكا القشبه
عندي خلطة ديال الخضر، غادي ندير لها العطريب، نضرب واحد شوية يعني. وغندير معلقة ديال صراحة معلقة صغيرة، ندير واحد بحال معلقة كبيرة ديال اللي ما عندوش ما يديرهاش، يشد غير بصيلة يقطعها ويشحرها ويدخلها مع هادشي اللي ما عندوش هاد من أملاك. ندير هاد ناشف بعدا، أنا هذا غندير منو جوج معلقات، هادي الهريسة. البنات انا ما عاديش هاد الهريسة حارة، راه خفيفة في الحرارة، شحال درت ثلاث المعالق، وانتم اللي عندكم حارة ديروا غير شوية، المهم الحرارة على حساب كل واحد وشنو كيبغي، كاين اللي كيبغي الحاجة حارة كاين اللي بغيها. صافي هنا راه ما غندير لا الزيت لا حتى شي حاجة، غندير لا الزيت لا والو، لأننا غادي نشحر داكشي بالزبدة. البنات نسيت الحامض، غادي نجيب الحامض بعدا، عندي حامض هاكا كيكون فيه العظم، داكشي علاش درت صفاية من الأحسن. صافي جمعت المكونات كلهم، البنات اللي بغا يديرهم في الهاشوار يعني ديك الروبو ديال الطحين، يدير المكونات كلهم يطحنهم يديرها، هي كتجي طريقة سهلة، واللي بغى يخدم غير هكا بيدي يخدمهم. ندوز دابا الفرن باش نبداو نشحرو. صافي دابا غادي نبدا نشحر، غادي درت هكا تسخن، صافي غادي نهزو واحد الخياط ديال الشرمولة بحال هكا، خياط لي غادي يقصنا مع القاش كبار ولا ثلاثة، ورمي فيهم الخياط العلوي ديال الكروبيت، ولا البوطة بالنسبة للكروبيت تكون مهدة باش ما يطلقش لنا الما ديالي. كيف قلت لكم الكروبيت هو اللي عندي في داكشي اللي عندي في الفريغو جبدتو، المهم غادي نكمل هذا في الشحال وغنتلاقاو. وفي نفس المقلة غادي ندير طريف الزبدة عاوتاني من جديد، نخليه حتى ندير معاه واحد المعلقة كاملة، البنات هذا غندير فيه هاد الطريفات هاكا ديال هاد الحوت هاكا يخليهم. أنا بغيت نقطع الطريفات درت لي غير هاكا كبار، ودكت عاد ملي ما يتخلاو عاد نقطعهم رقاق. شفتو البنات مقلة وحدة غادي نخدم بيها كلشي باش منديرش زوينة في الكوزينة. البنات أنا مجبتش الورقة، أنا الورقة تنخليها تك البنات نخدم بيها باش ما تكرفش ليا ولا تبدا تقطع. دابا نشحر هادشي كلو ونخليه يبرد وندخل نجيب الورقة، الصباح ماشي دابا، دابا راه بالليل، دابا راه نخلي هاد الشرمولة هاد الحشوة تبات تبرد على خاطرها، والصباح عاد غنجيب هادو ونشحر على ونعمر على خاطر ونسحر على خاطر. صافي غادي نديرو الكالامار،
دائما البنات بغاتكم اللي هذا الحوت كيطلق الماء. البنات دابا غادي نزيد هذا على هاد الشامبينيو ونزيد الشحر مع هاد يعني خيط معاهم زيد معاهم شوية ديال العطرينو هكا معلقة معلقة كيجي كلشي بنين وزوين. البنات شوفو أنا غندير هاد التيكيت سطر هنايا هاو شوف إلا هاد الطرف الكبار خليتهم هنايا كنبغي نخلط عاد نخلط كلشي حيت ضروري الشبكة هكا تخطرو لأن راه واخا لو كتنشفوهم كيبقى الما. شوفو التقطيرة لي مغاديش نضيعها غادي تشوفو أننا غندير بيها الفيرميسين عندي فيها معلقة ديال هاد الأقامة بحال هاكا نمشي الطريف ديال الزبيدة باش تجي بنينة خليه يدوب الزبيدة متعبش إوا غادي نزيدو الشعرية نخليو حتى يتشحر حتى كتشرب هاد الميه ديال هادوك العصارة ديال الكروفيت والكالامار شتوني دغيا كتشرب ومازال غادي تشرب شتو كيفاش صافا نخليوها تنشف هنايا هاكا كنبقى نزيدو فيها هاكا ونجيبو حتى تشرب غادي نزيد واحد المعلقة ديال القامة كيف ما كتشوفو هادشي كله هو جمعتو هنايا إلا هاد النوع ديال هاد السمك خليتو بوحديتو هو اللخر وعندي هنا الفرماج تتبرد عاد غنديرو يعني لابايا راه صراحة الوحدة ونص ديال الليل أنا الناس كينعسو وأنا كنوض نقضي الشغل غادي نحط هاد سميتو حتى الصباح وهادو غنخليهم هاكا نخويهم في البانيو غنحلو الشبكة صافي حيت مشبكو وديتهم في البانيو نخلطهم كيعجبني هاكا نصيب كلشي بالليل الصباح كتصبح انها موجودة والحشوة سواء هادي سواء ديال الدجاج كتصبح باردة يعني وشاربة العطرية ديالها شاربة ما فيها لا ماء لا حتى شي حاجة هانتوما كيفاش كتشوفو كيف دايرة تبارك الله ريحتها عاطية على مزيناتها على مزيناتها دونك صافي غادي نخليها وبالنسبة للفرماج كيف قلت لكم خليه هو الاخر صافي غنمشي دابايا نخليها ما غاديش نسد عليها بحال هكا غنمشي ندير المعنات في الماكينه هادو هنايا وهذا غادي نحطو عامل الفوق هكا منها حتى نبغي نلعس وغادي نغطيها يلا البنات تصبحوا على خير الصباح ونكملوا ان شاء الله صباح النور البنات كي صبحتو مزيان حيت راه خليتكم نعسو دابا راه الصباح المهم الحشو ديالي كيف ما كتشوفو هي بردات مشيت دابا جبت الورقة غنزيد واحد شوية الهريسة قال لي ولدي من الأحسن ماما زيدي شوية الهريسة راه بغيتها حارة صافي غنزيد عليها هاد الفرماج كيما كتشوفو الحوت هو برد غادي نفرتو باش نخلطو مع لا الكروفيت والكالامار صافي زدت شويه ديال الهريسه قطعت هاد فرشت شويه الحوت هاد الطرافه وجبت هادو بحال هكا صافي غادي نجمع هادشي كامل نخلطو هكا صافي دابا غادي نحيد هادو هكا
هاد الكبرقة الصغيرة صراحة، هو راه السيد اللي كيديرها كيدهنها مزيان. انا راني بديت الخدمة البنات، فهمتوا؟ خديت هذا قال لي انا غادي نكمل ونعطيك التليفون. يعني انا بديت بهادو ديال المالح، ديال الكيك، ديال الطورطات، كل واحد شنو كيستعمل، كل واحد شنو كيدير ليهم. الطيرة ساهل، انا كنقول لها على البنات اللي ما عارفين، انا عارفة اللي عارفة ما شاء الله تبارك الله، راها يعني راه المغربيات ما شاء الله كل شيء الحداقة وتساوي. انا كندير الفيديو غير للناس اللي طلبوه مني، والبنات هاكا اللي ما عارفين هادشي علاش درت الفيديو. مش كتثبت عندهم حتى شي حاجة. حتى زيت بغيت ندهن هاكا الورقة، فعلقيتها بزيتها مزيانة بلا ما تحتاج انكم تزيدوا زيت. لقيت الورقة مزيتة ما تزيدوش فيها الزيت، صافي ديرك ديرو هاد الطيب. ملي تعمروها هاكا ديرك ديرو هاد الطيب، صافي لتحت راه مكلصقوه لا طحين لا حتى شي حاجة. كان بزاف شويه يرغى داكشي اللي درتو ليها كتلصق به. نعم ماما، لا ماما هضرت معاك، هضر مع الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو. شو كيف كتجي دورو قاعدة ولا لا؟ صافي انا كملتهم كاملين، صافي غادي ندوز ندير ليهم هاد الثقوب بحال هكا. ضروري ضروري كنتقبوهم باش مكيتفرقعوش لينا فران. صافي بعد ما ثقبتهم كلهم انا درتهم في الفران هنا يتشمعو في الفران. المهم غادي يتشمعو ماشي يتحمرو، كتخليهم حتى يتشمعو حتى كينشفو في الفران، قبل ما يتحمروا كتخرجوهم. في البنات نحلتها بردة دابايا بردة، خليتها شي ساعتين تعرف مشيت قريت غليت غديت. صافي غادي نديرها دابايا في البواط اللي غندخل الكونجيلاتور، عندي فرشت لها بلاستيك، غادي دابا تبقى عندكم حتى شهرين ما يوقع لها حتى شي حاجة. صافي كنبقى نفرق بهاد الكاغد ديال الطبخ اللي طيبت عليه نيت، ومولي تنفرق بيه يعني ما تنضيعوش غير من ندير واحد اخر. صافي غير هذا نيت، صافي كنبقى نشتف من عندها ما يوقع ليها. كنخليها انا في هاد البواطة وقت ما كنبغيها، وكنجبد هاكا هاد التطيفة ديال هاد الشتل الفوقانيين، وكنبقى هاكا حتى كتشاري. صافي انتما كيف كتشوف، كيف قلت لكم راه خرجت 28 حبة هاد الكمية اللي درت، وراه عامرين تبارك الله. شوفي شحال مطيب زين، عامرين ما شاء الله جو غزالين تبارك الله. البنات كنتمنى
نكون وفيت بالعهد لأنني وعدتكم أن نحط لكم الحشوة وأنها تكون مفصلة، زعما ما تقول لكم زعما شرحت لكم مزيان كيفاش الطريقة وكيفاش تحتفظوا بها. المهم ها انتم كتشوفوا ما غتشد لا بلاصة في الكونتيلاتور، يعني هاك جمعتها كلها في وطا وحدة، وانتم اللي عندكم غير الفريغو هاكا راك ديروا غير الخياط او لا ديروا غير في البلاستيكات. انا هذه كتبقى لي هاكا مجموعة، ما كنكون متأكدة انها ما غتهرس ما حتى شي حاجة. البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، وما كنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، والبنات لايكات والتعاليق ديالكم اللي كيفرحوني وكيخلوني نزيد لقدام. راه واخا هاد القناة البنات راه ما كنربح منها حتى حاجة، والله العظيم ما كنربح لأن باقا ما طالعاش مزيان. مهم كنحاول غير دوك المشاهدات القلال، دوك اللي متابعيني واخا قلال، مهم كنحاول هاكا نعطي شي حاجة اللي تفيد واللي تفرح واللي تشجع وصافي. يلا البنات الله يخليكم على خير.